احنا اتضربنا بالشباشب. ايوه طبعا طبعا. انا قلت كده ولا والقرص هنا والقرص القرص عدى علينا كلنا. بس في ثوابت حضرتك بقى، فكره الام هزعل ولا الاب وانا هزعل والغضب في عينيهم دي اهم بكتير جدا. انا طبعاً. انا بس يظل انه في ثوابت من واقع ديننا كمسلمين ومسيحيين شرقيين، انه مثلا حضرتك ذكرتي البياض بره، لا ده ثوابت، لا ده ما فيهاش هزار، مش بره ولا بره، لكن بس انا ثانيه واحده بقى كان ليك تعليق على مدام دريه منى اللي هي الشارع اللي قالوا على حاجه حته طلس في البيات. بيجي يقولوا لنا الولاد ان ماما ما هو صاحبتي فلانه وفلانه وفلانه ومامه فلانه سامحه لفلانه. بيتقلم. انا على فكره احنا انتوا قديم قوي على فكره، ماليش دعوه بفلانه وفلانه، كل حد ما انا بفهم انه الثقافات والبيئات مختلفة ومتباينة. ايه اللي يخوفك من الزيات برا؟ لا تبات عند صاحبتها ليه؟ بيت احنا عارفينه. لا انت ممكن يبقى في اطار رحلة مثلا، انت عارفة مدرسة منظماها في. طب الرحلة ايه فرق بين الرحلة عن لو جت صاحبتها؟ لا تروح تبات في البيت. انا بقول لك انا ما اعرفش هذا البيت.